السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع العدد 31 من أعداد بمقربيا، والعدد ده صدر في 22 سبتمبر 2018. أتمنى إن العدد يعجبكم. المحتويات بتاعت العدد دوت ملاعب كأس العالم، وبنتكلم عن كود بي اس 91 وإدارة المشاريع الشيئية، والمقالات مع البيم أمدده، ودمج الهندسة الجيوتكنيكية مع في منصة البيم، البيم نحو تصميم معماري أفضل، طار بي اس 1290، وتدريس البيم في الجامعات، أو فريق العمل عمر سليم، الدكتورة المهندسة سونيا سليم، والمهندسة نجوى إبراهيم، والمهندسة مرام زيدان، والمهندس مصطفى علي، والمهندس ديما الركابي. المقالة الأولى بتتكلم عن كأس العالم، بس مش بنتكلم على الماتشات، ومش بنتكلم على التمثيل اللي حصل أو التمثيل المشرف أو غير المشرف اللي حصل من الفرق العربية، لا، احنا بنتكلم على البناء نفسه، وبنتكلم على وضع البيم في روسيا، وإيه العوائق اللي موجودة عشان يتبنوا البيم. فالملعب، كل ملعب بالملاعب، بنبدأ نتكلم عن بعض الحاجات اللي فيه الخاصة بالبيم، الخاصة بالإنشاء، وأهم البرامج المستخدمة. وبعد كده بنتكلم على الكود بي اس 91، ده تبع الكود البريطاني، هو خاص بان لما يكون في مناقصه وناس كتير متقدمه، ما يبقاش المعيار الاختيار هو الفلوس بس، لا، بنبدا نشوف بعض الحاجات زي مثلا هل هو اشتغل في مشاريع مشابهه ولا لا، هل هو مهتم باداره البيئه ولا لا، هل هو مهتم بالصحه والسلامه، والشركه الهيكليه بتاعتها عامله ازاي. فدي بتساعد الناس تختار افضل الاشخاص انهم يشتغلوا في مجال البيم. وبعد كده في مقالة مهمة عن إدارة المشاريع الإنشائية وعلاقتها بنمذجة معلومات البناء للمهندس حسام هشام، وفرق بين البيم والكاد. وبعد كده مقالة مع البيم ممدده للمهندسة مروة، عضو لجنة المشروعات الهندسية من نقابة المهندسين، البيم مقابل الجي اي اس او البيم مع الجي اي اس. وبعد كده دمج الهندسة الجيوتكنيكية في منصة البيم، المهندسة مرام زيدان، بنتكلم مثلا على البنتلي من ضمن الشركات القوية في مجال البيم. وفي مقالة للمهندسة نجوى سلامة، البيم نحو تصميم معماري أفضل، إيه فوائد البيم المعماري وأفضل الأدوات بالنسبة للمعماري. طبعا كل واحد بيحب يستخدم بعض الحاجات، يعني مثلا في ناس بتحب الريفت، في ناس بتحب الاركيكاد، في ناس بتحب تشتغل ببرامج فرانك شيري، هو خد برنامج كان معمول للطيارات وطور فيه لحد ما اصبح قوي جدا، اللي هو ديجيتال بروجكت. وفي البي اس 1192، ده كود البريطاني، طبعا صدر منه الجزء الاول والثاني والثالث الرابع الخامس السادس والسابع، صدر السنه دي في شهر فبراير. وبعد كده مقاله عن تدريس البيم في الجامعات، يعني دي بدايه بحيث ان احنا نحط منهج معين لو حد عايز يتبنى البيم في الجامعه. فلو في اي دكتور او معيد او اي حد عنده رغبة في ان هو يطبق البيم في الجامعة، يا ريت يتواصل، وان شاء الله نحط منهج معين لتطبيق البيم في الجامعات. ايه الخطوات اللي احنا عايزين نعملها، وايه اهم الحاجات، وبنستفاد من تجارب سابقة بحيث ان نتسهل الموضوع على الناس ما نعيدش نفس الاخطاء. شكرا ليكم، واتمنى العدد يعجبكم، وشكرا لفريق بمقربيا اللي بتعاون دايما عشان يطلع العدد في افضل صوره.